حاجة وأكد عليكم، صفقات نادي الزمالك بنسبة كبيرة إن شاء الله محمد عواد حارس مرمى، لاعب عربي مهم جدا جدا جدا، لاعب عربي، وده اللي كنت بقول عليه لاعب القرن من وجهة نظري، أو يعني صفقة القرن، يعني قد لا يرى بعد أنها مهمة أو غير مهمة، أنا كلاعب كورة شايف إنه مهم ولعبه لايق على نادي الزمالك. فأدي لاعب عربي، لاعب محمد عواد لاعب عربي مهم جدا، لاعب أفريقي مهم جدا، قد يكون جون أنتوي، أنا بقولها لكم أهو، واتنين لعيبة مصريين منهم لاعب دولي، لاعب دولي. دي بعض الصفقات المهمة جدا لنادي الزمالك اللي هيتم الإعلان عنها بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك، وقلت الأهلي الأول لأن هي مباراة النادي الأهلي في الدور الثاني، يوم 28 سيتم الإعلان عن صفقات نادي الزمالك الجديدة. بالإضافة أنت ما قلتش بقى رجوع مصطفى فتحي. مصطفى فتحي لعب الماتش الأخير. رجوع أيمن حفني المستوى وفرجاني طبعا المعسكر. ومدبولي. مدبولي كل دي على فكرة صفقات. خد بالك. يعني دول يعتبروا صفقات جديده وقد يعود مصطفى محمد بالظبط قد يعود ايوه ففي اضافات كتير جدا فاحنا عايزين نقول لجمهور الزمالك طمنه ورا فرقتك زي ما بس.